السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمد سليم في برنامج اساس جديد وسليم. الحلقة النهارده مهمة جدا ومخيفة جدا، هنتكلم عن complications of hyperglycemia، مضاعفات مرض السكر. مين اللي خايف عليه من مضاعفات مرض السكر؟ اي حد عنده persistent hyperglycemia اللي دايما طول الوقت ومعظم الوقت السكر بتاعه عالي، ده اللي ممكن يحصل له المضاعفه. انا لخصتهم لحضرتك في ثلاث اشخاص. الشخص الاولاني الاندايجنوست. يعني ايه اندايجنوست؟ يعني شخص جاله السكر وهو ما يعرفش ان عنده السكر، وبالتالي ممكن يدخل في الكومبليكيشنز على المدى الطويل او على المدى البسيط، وهنتكلم على ده بالتفصيل دلوقتي. الشخص الثاني واحد انتريتد، يعني هو جاله السكر وعارف ان عنده السكر بس قرر ان هو ما ياخدش دواء ويسيب نفسه كده. الشخص الثالث uncontrolled، يعني واحد جاب السكر وعارف ان عنده السكر والدكتور شخصه ولكنه غير منتظم على تعليمات الدكتور سواء دواء او تعليمات تانية. دول اللي ممكن يحصل لهم complications of hyperglycemia. ايه رأيكم كده مع بعض نعمل classifications للcomplications اللي هنتكلم عليها النهارده؟ ممكن نقسمها لاثنين كاتيجوري. الكاتيجوري الاول خاصة بالوقت، الكاتيجوري الثانية خاصة بحسب الإصابة للأوعية الدموية. لو جينا نتكلم عن الكاتيجوري الأولى الخاصة بالوقت، ممكن مضاعفات تحصل أكيوت حالا دلوقتي بسبب ارتفاع السكر، وفي حاجات مضاعفات ممكن تحصل كرونيك مع اللونج تيرم مع الوقت بسبب ارتفاع السكر مع الوقت، وده بتحصل جراديولي. تمام؟ طيب النقطة الثانية وهي حسب الإصابة للأوعية الدموية، هل على المستوى البسيط الدقيق خالص مايكروفاسكولار ولا على مستوى الاوعيه الدمويه اكبر شويه ماكروفاسكولار؟ دي التقسيمه الخاصه بالكومبليكيشنز اوف هايبرجليسيميا. تمام، ندخل على الميكانيزم اللي هتوصل الهايبرجليسيميا تخليها تعمل كومبليكيشنز. في اكتر من ميكانيزم عامه، ولكن عايزك تتذكر واحده مهمه جدا جدا جدا، هي الجلايكيشن ميكانيزم. انا عندي هايبرجليسيميا، بعد الجلايكيشن هتعمل جلايكيشن، ماشيه تعمل جلايكيشن للاندوثيليوم بتاعه البلاد فيسلز اللي على سطحها جلايكوبروتينز، فبالتالي الجلايكوبروتينز هتزيد جدا فتخلي البيسمنت ميمبرين اتخن واضعف، وبالتالي التغذيه اللي رايحه للعضو ده هتقل، وده معروف بالانجيوباسي، وبالتالي هدخل في المايكروفاسكولار كومبليكيشنز. ده الميكانيزم الخاصة بالجلايكيشنز اللي بتوصل الهايبرجلايسيميا ان هي تدخلها وتعمل كومبليكيشن. هقول لحضرتك على 9 مضاعفات لمرض السكر. تعالى ناخد اول واحد، الديليد ووند هيلينج. كل الناس الجرح بتاعها بيلتئم بعد يوم يومين او ثلاثة، لا مريض السكر ممكن الجرح بتاعه يطول شوية. طيب ايه اللي حصل؟ هو عنده هايبرجلايسيميا، بيرسيستنت هايبرجلايسيميا، دخله في الماكروفاسكولار كومبليكيشنز واللي منها الاثيروسكليروسيس، ده مشكله كبيره جدا وبيسبب لي بروسيكيوريشن، وبالتالي الدم هيتحرك سلولي، وبالتالي هيقل توصيل النيوترينتس للووند، وممكن بقى في النهايه تدخلني للديليد ووند هيلينج، وبالتالي الجرح هيلتئم بعد فتره اطول. رقم 2 من المضاعفات هتلاقي دايما المريض بتاعك immune compromised، يعني المناعة بتاعته واقعة، بيجيله التهابات وعدوات متكررة باستمرار زي UTIs. تمام، الفكرة ان diabetes mellitus من debilitating diseases، يعني اللي هتدخلني وتخلي الوايت بلاد سيلز او الليكوسايتس وظيفتها قليلة وتقل في وظيفتها، احنا عارفين ان هي بتاعة المناعة، وبالتالي هدخل في impaired immunity، وممكن هنا المناعة اللي هي واقعة جدا ومعرض المريض انه ياخد اي عدوى بسهولة. رقم 3 من المضاعفات هتلاقي دايما عنده ديرماتوباثي، بمعنى انه عنده مشاكل والتهابات في الجلد بتاعه على طول باستمرار. ليه؟ لان احنا لسه قايلين ان عنده impaired immunity، وبالتالي بيكون more susceptible انه يحصل له bacterial infection او fungal infection على الجلد بتاعه. رقم 4 من المضاعفات هو الاي دامج، والمعروفه بالدايبيتيك ريتينوباثي، بمعنى ان حصل انجيوباثي زي ما اتكلمنا من شويه، فحصل تدمير للاوعيه الدمويه اللي بتغذي الشبكيه بتاعه العينين، فهتدخلني في البلورد فيجن، وممكن تزود لي فرصه الاصابه بامراض زي الكاتراك او الجلوكوما. تمام، بس كده لا مش بس ده، ممكن تدخلني في
في مشكلة كبيرة جدا وهي blindness. أيوة vision loss يبقى أعمى. رقم 5 من المضاعفات إن ممكن يحصل لك kidney damage، مشاكل في الكلى ومعروفة بيه diabetic nephropathy، عندي تدمير حصل للملايين من الأوعية الدموية اللي بتغذي الجلوميرولات، وبالتالي الترشيح بتاعها هيختلف وممكن يحصل لي مشاكل زي الرينال impairment أو الكرونيك كيدني ديزيز، وممكن الموضوع يوصل بيا للكيدني فيلير واحتاج رينال دياليسيس. رقم 6 من المضاعفات ان ممكن يحصل نيرف دامج، ضمور في الاعصاب، وده معروف باسم الدايابيتيك نيوروباثي، ده بسبب الانجيوبس زي ما اتكلمنا. طيب اللي حصل ان في تدمير للاوعيه الدمويه اللي بتغذي العصب ده خاصه في الاطراف، فيبدا يحس بتينجلينج او نامنس او بيرنينج. تمام، الموضوع ده بسبب النورايتس اللي حصل. الموضوع ممكن يوصل معاه للسينس لوس، ايوه يفقد الحس تماما بالعضو ده. انا اعرف حد كان سايق موتوسيكل والناس بتشاور له على رجليه وهو شم ريحه غريبه لان رجليه ولعت. تمام، فهو فقد الحس بيها تماما. طيب الموضوع ممكن مشاكل عصبيه بتمد اعضاء داخليه في الجهاز الهضمي مثلا، فيبدا يحس بنيزا اللي هي بالامريكان بالبريتش اللي هي النوزيا. تمام، ممكن يحس بفوميتنج او كونستيبيشن. طيب الموضوع ممكن يصيب اعصاب بتمد اعضاء اخرى، ممكن يحصل مثلا اريكتايل ديسفانكشن. رقم 7 من المضاعفات لمريض السكر DKA diabetic ketoacidosis. طيب اولا انا عندي هايبرجلايسيميا، يعني الجلوكوز انتراسيلولار مفيش او قليل، طيب يعني الانرجي مفيش، فالخليه تضطر تتصرف فتعمل جلوكوجينيسيز عشان تجيب طاقه من حاجه زي الفات، فتبدا تاخد طاقه. بس هنا الحركه دي نتج عنها مواد زي الكيتونز، ايوه فيها اسيدز. تمام، الاسيدز ديت هتقلل البي اتش بتاعه البلد وادخل في اسيدوسيس، وهو ده الدايابيتيك كيتو اسيدوسيس. تمام، فهتلاقي المريض جاي لك دايهيدريتد ورابيد كريس. تمام، وممكن يدخل منك في كوما. تمام، وممكن يحصل له هايبوتنشن، وممكن يدخل في شوك، ممكن الموضوع يوصل بيه للديث. رقم 8 من المضاعفات وهو الفوت دامج، القدم السكري دايابيتيك فوت. قدم السكري موضوع خطير جدا ومهم جدا لاي مريض سكر، احد المضاعفات الخطيره جدا لمرض السكر. احد الدكاتره كان بيقول لنا ان مرض السكر ده عامل زي الكلب معاك، مربوط بسلسله وماشي معاك مدى الحياه، طول ما انت واخد بالك منه ومراعيه هو ماشي مظبوط، اول ما تغفل عنه وما تنتظمش معاه هيعضك، واول ما يعضك هيعضك من رجليك. ده الدايابيتيك فود. تمام، هو جه ازاي الدايابيتيك فود ده، او حصل المشكله دي ازاي؟ ده مزيج من عده فاكتورز كده، حصل فاسكولار دامج زائد ان في طبعا بور سيركيوليشن مع نيرف دامج، وما تنساش ان هو اميون كومبرومايز. كل ده اتجمع، هو مثلا حصل له اي اصابه في رجله فحصل كور هيلينج، وكان طبعا فيه هو سسبتبل ان يحصل له اي انفكشنز لان قلنا ان هو اميون كومبرومايز، فحصل في النهايه نيكروسيس او جانجرين. الحل بتاع الجانجرين ده ان يحصل تو امبيوتيشن، وممكن الموضوع يوصل معايا للفوت امبيوتيشن، وممكن الموضوع يوصل للليج امبيوتيشن. رقم 9 والاخير من المضاعفات لمرض السكر، انا جمعت لحضرتك الماكرو فاسكولار كومبليكيشنز كلها في بند واحد، واللي ممكن تحصل دراماتيكالي بسبب الاثيروسكليروسيس. هم 5 نقط مجمعهم لحضرتك. النقطة رقم 1 الكورنري ارتري ديزيز زي الانجينا، رقم 2 بريفرال فاسكولار ديزيز زي الكلاديكيشن، رقم 3 الستروك، رقم 4 الكارديوميوباثي زي يحصل دامج للهارت ماسل، او ممكن يحصل دايستوليك ديسفانكشن، او ممكن يحصل ايفنتشوالي هارت فيلير. رقم 5 الفيميل انفيرتيليتي. كده جمعت لحضرتك كل الكومبليكيشنز للهايبرجلايسيميا بيرسيستنت هايبرجلايسيميا. الموضوع تقيل شويه، نركز فيه ونتفرج على الفيديو اكتر من مره، ولو في اي حاجه مع بعض في الكومنتس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.